الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نتواصل هناك أيضا في هذه الفترة الصباحية من عاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة وانطلاقة الشوط الثاني عشر والمخصصة للإبكار محليات على صايل. هناك الصدارة والمقدمة الانطلاق في هذه اللحظات من هذه الشعارات التي دائما لها صولات وجولات في سباقات الهجن العربية الأصيلة. هناك الصدارة المركز الأول في هذه اللحظات. هناك أيضا مصيحة أحمد بن غانم بن علي المنصوري. هناك أيضا من يتواجد شعار بنداء بالفعل على الصدارة. هناك أيضا وأيضا شعار عز الطلب، بينما المركز الثاني يتابع المركز الثاني والشاهينية سعيد بن راشد. هناك بن دغيشة بن سالم من يتواجد وينطلق على ثاني المراكز. انتقل مباشرة مع ديمة. هناك ايضا يتقدم السيد مبارك بن محمد بن مبارك بن عوال الخيلي، بينما المركز الرابع هناك من الجانب الايمن. هناك ايضا تتواجد الصيعلية ومحمد بن غدير بن حمد الدرعي مع المركز الرابع في هذه اللحظات. انتقل مباشرة مع المركز الخامس، خامس التحديات والإثارة. هناك ايضا من المراكز الخلفية التقدم من الضبية عامر بن شتيط بن سويلم النوفلي. هناك ايضا قادم ومنطلق مع هذا الاسم المميز دائما، بينما المركز السادس تابع. هناك ايضا الضبية ايضا تتقدم بهذا الاسم وبادي بن تركي الدوسري، بينما هناك ايضا ويبغي لها مراقبه لهذا الشعار. وهناك ايضا شعار الدوسري ايضا منه خطر، بينما هنا التحدي من الشايبه سالم من مفهود ايضا المنهالي. وهناك سلهوده مصبح بن سيف بن كاسب المسافري. هكذا النداء للمراكز التسع الاوائل المتقدمه الباحثه عن الناموس بهذه الشعارات وبهذه الاسماء. العمالقه هناك ايضا بداوا يتواصلون في هذا الشوط. الكبار في موقع واحد من عاصمة الميادين، الثمانية كيلومترات المسافة المقررة من اللجنة العليا. الصدارة المقدمة عودة إلى المركز الأول في هذه اللحظات. هناك مصيحة ما زالت على صدارة هذا الشوط. يا سلام، أحمد بن غانم بن علي بن إداه المنصوري. هناك أيضا من يتواجد بهذا الاندفاع، يتواجد مع هذه الذلول العملاقة المميزة بهذا الأداء وبهذا الشعار. انتقل مباشرة مع المركز الثاني الشاهينية على ثاني المراكز، وأيضا سعيد بن راشد بن غيش بن سالم من يتواجد على ثاني المراكز. أتابع هناك التحديات والتسلل من الجانب الأيمن. هناك أيضا والمكان الصعب. يا سلام، هناك التسلل في هذه اللحظات من هذه الشعارات. بقول هناك أيضا أعزائي المشاهدين شعار الدرعي، نعم بالفعل، من يتواجد مع المركز الثالث في هذه اللحظات. هناك الصيعلية المركز الرابع. أتابع هناك أيضا في هذه اللحظات ديمة مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي. هناك أيضا شعار محبوبة وشعار الكثير من الشعارات قادم من ميدان الخزنة إلى عاصمة الميادين ليشارك مثل هذه النوعيات الفريدة. هناك التحديات والإثارة القادمة أحلى. هنا شايبة الشايبة ويتقدم سالم بخوت أيضا المنهالي راعي شاهين. هناك أيضا أحد بنوك الإنتاج. هناك أيضا سلامي عليك المنهالي على هذا التواجد مع الشايبة والمركز الخامس. أتابع هناك ضبية عامر بن شتيط بن سويلم النوفلي. يا سلام يا سلام يا سلام، تحديات الكبار وصراع الكبار من عاصمة الميادين، بينما ضبية بادي بن تركي الدوسري هنا يبغي لها مراقبة هنا ومتابعة جميلة. أقوى المرشحات في هذا الانطلاق. القادم أحلى. هناك أيضا القادمة من المملكة العربية السعودية، بينما هناك أيضا أعزائي المشاهدين وأيضا سلم لي على وادي الدواسر يا الدوسري، بينما هناك أيضا التحديات من سلهودة مصبح بن سيف بن كاسب المسافري. هنا بدأ المسافري، هناك يسافر من المراكز الخلفية. يا سلام، هكذا التحديات وهكذا أيضا جسر العبور الذي هناك نعبر في هذا الميدان. صدارة هذا الشوط خماسية. هناك فلاروع على الصدارة والمقدمة
والمركز الأول هنا ما زال بنداء هنا يقدم كل جديدة في هذا الصباح. أحمد غانم علي بنداء المنصوري، الله يمصيح على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني الصعرية هناك أيضا على ثاني المراكز، محمد بن غدير بن حمد الدرعي هناك أيضا، ماذا جديدك يا الدرعي في هذه الانطلاقة. المركز الثالث تابع لي هناك شعار بدغيش من يتواجد على ثالث المراكز. المركز الثاني هناك ايضا الصعيدية محمد بن غانم بن غدير بن حمد الدرعي. المركز الثالث هناك الشاهينية سعيد بن راشد بن دغيش بن سالم من يتواجد على المركز الثالث، ولكن اتابع ديمة هناك ايضا التسلل على المركز الرابع في هذه اللحظات. مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي هناك يتقدم مع المركز الرابع. اتابع المركز الخامس هناك ايضا التقدم من الشايبة سالم مبخوت ايضا المنهالي هناك ايضا بدا يتقدم المنهالي في هذه اللحظات. هناك شوفوا من القادم والمنطلق في هذه اللحظات، ضبيه هناك ايضا بدات تتقدم، عامر بن شتيت بن سويلم النوفلي هناك ايضا، بينما التحديات من ضبيه وبادي بن تركي الدوسري هناك ايضا قادم ومنطلق في هذه اللحظات. وهناك سلهوده مصبح بن سيف بن كاسب المسافري. هكذا التحديات، هكذا الاثاره، هكذا التنافس في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، عودة إلى صدارة هذا الشوط، عودة إلى المقدمة، عودة هناك أيضا مع هذا الاندفاع الجميل. يا سلام أحمد غانم بن علي بنداه المنصوري، سلامي عليك يا بنداه مع مصيحة هناك أيضا وعروضات مصيحة والتسلل الجميل هناك أيضا والاندفاع منذ البداية على صدارة هذا الشوط. أذكر هذا الشعار وأذكر رزين وماضيه على صدارة هذا الشوط وعز الطلب بالفعل أيضا يقدم نصيحة في هذا الصباح. المركز الثاني التحديات هناك أيضا الصعيدية محمد بن غدير بن حمد الدرعي هناك أيضا متواجد على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث الشاهينية سعيد بن راشد بن غش بن سالم، والمركز الرابع هناك أيضا الشايبة سالم مبخوت أيضا المنهالي، بينما هناك ديمة مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي هناك أيضا يتواجد مع المركز الخامس في هذه اللحظات. ولكن شوفوا من القادم والمنطلق هنا هناك أيضا مع ضبية بادي بن تركي الدوسري هناك أيضا بدأ يتقدم بدأ يتسلل من مركز تلو مركز هناك، بينما ضبية أيضا عامر بن شتيد سويلم النوفلي هناك أيضا قادم في هذه اللحظات. وهناك أيضا وصول من سلهودة، وصل مصبح بن سيف بن كاسم المسافري، يتقدم المسافري هناك أيضا على المركز التاسع في هذه اللحظات. عودة إلى الصدارة مع المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، الرقص بدأ هناك أيضا، الرقص الجميل بدأ على صدارة هذا الشوط. يا سلام على الصدارة والمقدمة والمركز الأول، ولكن الهواري هناك يأتي بهذه أيضا التوقيت الزمني. سلطان بن علي بن سلطان السبوسي هناك أيضا مع الظبي والتوقيت الزمني، لحظات وصوله وعبورها إلى خط النهائي. التوقيت الزمني 13 دقيقة 5 ثواني وجزئين من الثانية أفضل توقيت، ولكن على ما أظن بقول التوقيت في خطر في هذا الشوط. الصدارة هو المقدمة مع مصيحة هناك أحمد بن غانم بن علي بن إداه المنصوري. الله الله الله، يا سلام يا سلام، التحديات والإثارة. المركز الثاني الشاهينية سعيد بن راشد بن غش بن سالم هناك أيضا بدأ يتواجد على ثاني المراكز. والمركز الثالث هناك أيضا ديمة مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي، هنا أهالي الخزنة يطالبونك بالناموس هناك أيضا وينتظرون السلامات. المركز الرابع هناك أيضا الشايبة سالم مبخوت أيضا المنهالي، بينما المركز الرابع أو خامس المراكز هناك أيضا شعار محمد بن غدير بن حمد هناك أيضا بدأ يتقدم، وهناك ضبية عامر بن شتيت بسويلم النوفلي، وهناك أيضا ضبية بادي بن تركي الدوسري. يلا هي الدوسري، يلا هي الدوسري، هناك أيضا المنعطف الأخير والمنحنى الأخير، بينما هناك سلهودة مصبح بن سيف بن كاسب المسافري. الله الله
بدأ الرقص هناك أيضا، بدأ العرض الجميل هناك على الصدارة هو المقدمة المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، الكوكب الثلاثية الثلاث اللي بهنزال اللقاء على الصدارة هو المقدمة الشاهينية الشاهينية، أيضا سعيد بن راشد بن تغيش بن سالم هناك أيضا من يتواجد على الصدارة والمركز الأول. شعار الظبي هناك أيضا، ولكن هناك شعار محبوبة، شعار محبوبة أيضا مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي، بقول من لديه زود فليتقدم، من لديه زود فليتقدم. هنا أيضا بدأ العرض، بدأ العرض هناك أيضا، وبدأ هناك أيضا العروضات الجميلة في هذا الكيلو. والله يا سلام يا سلام يا سلام، الصدارة ديمة، المقدمة مع ديمة، مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي هناك أيضا يتواجد هنا مع الصدارة مع المركز الأول، ولكن بنداه له راي ناخر، بنداه له راي ناخر على المركز الثالث، أتابع المركز الثاني. هناك الشاهينية أيضا وشعال المنهالي، وصل وصل المنهالي، الله الله يا سلام يا سلام، خط نهاية الأمتار المجنونة، الخمسمية متر الأخيرة، وما حركها ديمة، ما حركها ديمة. هناك أيضا أبو محمد مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي، ولكن خلاص بدأت الأوامر. الشاهينية الشاهينية ديمة هناك أيضا والشاهينية في موقع واحد، يلا يا بن تغيش يلا يا بن تغيش، هناك الأمتار المجنونة لسعيد بن راشد بن تغيش بن سالم، ولكن ديمة ديمة يا ديمة ديمة يا ديمة. السلام خزناوي، ولكن هناك أيضا من الجانب الأيمن الشاهينية عادت هناك سعيد بن راشد بن تغيش بن سالم، هنا أيضا خط نهاية أقرب، الناموس لمن؟ أين يتجه هذا الناموس في هذا الشوط؟ العمالقة هنا أيضا يتصارعون من أجل الناموس، ولكن سلام يا الخزنة سلام، واسعد الله صباحكم مع أيضا ديمة ومبارك بن محمد مبارك الخيري المركز الثاني، الشاهينية سعيد بن راشد بن تغيش بن سالم المركز الثالث. أتابع الشايبة هناك سالم بقوت المنهالي، والمركز الرابع كان من نصيب هناك أيضا مصيح أحمد بن غانم بن علي بن إداه المنصوري، والمركز الخامس أيضا ضبية عامر بن شتيت بن سويلم النوفلي. هكذا التحديات والإثارة في هذا الانطلاق وفي هذا المساء. عودة إلى صدارة هذا الشوط، وعودة إلى أيضا شاشة أبو ظبي الرياضية الناقلة من قلب الحدث. هناك أيضا تهانينا والناموس للسيد مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي مع الفوز ديمة، وأيضا الانطلاق مع الأمتار الأخيرة أيضا حاصل على التوقيت الزمني. لحظات وسوف نوافيكم مع التوقيت الزمني من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجة العربية الأصيلة، والتوقيت هناك 13 دقيقة 14 ثانية، وهناك أيضا 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني، لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية أيضا بن تغيش سعيد بن راشد بن تغيش بن سالم مع الشاهينية قدمت العرض الجميل 13 دقيقة 15 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية من أيضا الشايبة سالم مبخوت بالعفش المنهالي هناك، وشكرا يا راعي الشاهين 13 17 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.